هنتكلم عن موضوع النهاردة يهم ناس كتير، موضوع التفدي عند الذكور. التفدي اللي هو صدر الراجل أو الطفل الذكر بيبقى بارز وظاهر عن المعتاد في الصدر الذكور العادي، وده بيبدأ من سن صغير ممكن سنوات، والأمور توصل لحد الراجل البالغ. هنتعرف هنا عن أسبابه، أسباب التفدي، هنعرف إيه الأكلات اللي بتزوده، إيه الأكلات اللي بتقلله، إزاي أقدر أتخلص منه بدون تدخل جراحي. موضوع التفدي من الموضوع المتعب نفسيا جدا لأصحاب المرض ده، لانه هو جاي يعني عضوية مش هيعمل اي حاجة، ملوش اي تأثير، هو تأثيره كله نفس الدرجة كبيرة والعضو تأثير بسيط. ازاي بيحصل التفدي عند الذكور؟ هو في المقام الاولاني خلل هرمون، بمعنى في البالانس، التوازن اللي بيحصل بين هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة الموجود في جسمنا، وبين هرمون الأنوثة الاستروجين اللي هو موجود برضو في جسمنا بس بنسبة قليلة جدا، بيحصل فيه خلل ويحصل فيه زيادة في هرمون الاستروجين على حساب هرمون التستوستيرون. وفي أسباب تانية للتفدي اللي هو زيادة كمية الدهون في منطقة الثدي. يفرق بينهم ازاي؟ نتيجة خلل هرموني دايما بيبدأ بورم أو تورم حوالين الحلمة، ويبدأ تحس فيه حاجات محببة تحت ايديه بالإكزاميشن، وفي بدايتها أو في الإحساس بتاعها بتبقى مؤلمة ولمسها مؤلم، وتبدأ هي دي البداية بتاعتها ولها مراحل لحد ما توصل للتفدي اللي هو الشكل المتعب نفسيا للذكور. وده بيبقى عند الأطفال بيؤدي لدرجة كبيرة من التنمر والاستهداف من قبل زملائه والتريقة عليه. التفدي فيه أكلات معينة بتزوده، ومعنى بتزوده يعني بتزود نسبة الأستروجين في الجسم. الأكلات دي زي الفواكه المجففة، عندك في فواكه مكثفة كتير زي التين الليمون، وبتتباع الحاجات دي كلها عند الأطفال. أكل الفواكه المكثفة انت عارفينها طبعا بتزود نسبة الاستروجين هرمون الأنوثة في الجسم، فده بيؤدي إلى التفدي. إيه تاني؟ الصويا، فول الصويا، لبن الصويا، من الحاجات المعروفة والمشهورة جدا لزيادة نسبة الاستروجين في الجسم. اي حاجة فيها صويا، سواء فول الصويا، زيوت الصويا، لبن الصويا، اللي بياكلها لازم يبقى عارف انه في نسبة بتزود. السمسم وزيت السمسم بيزود نسبة الاستروجين هرمون الانوثة في الجسم على حساب هرمون الذكورة، فبيؤدي الى التسمم. التوفو ده عبارة عن جبنة نباتية بيتم تصنيعها من لبن الصويا مع المية، وده فيها نفس المشكلة اللي هي بتزود برضو، رغم لها فوائد كتير ونسبة البروتينات عالية، بس مشكلة الحاجات دي كلها انها بتزود نسبة الاستروجين، فبتبقى عندك قابلية للتسدي وحدوث التسدي. بذور الكتان، بذور الكتان هي موجودة وتستخدم غالبا لتنظيم الجهاز الهضمي للناس اللي عندهم امساك، للناس اللي عايزة تخس، وله فوائد كتير غذائية، بس برضو من الحاجات اللي بتؤدي لزيادة نسبة الاستروجين في الجسم هرمون الأنوثة على حساب هرمون الذكور. ايه الاكلات التانية احنا اتكلمنا عن اللي بيزود نسبة الاستروجين في الجسم؟ ايه الاكلات برضو او الحاجات اللي بتقلل نسبة الاستروجين في الجسم؟ فبيبدأ احنا نلجأ لها اكتر ونبعد عنها عشان خاطر نقلل من موضوع التفدي. عندنا الفواكه الحمضية
او الموالح زي ما بنقول، الليمون، البرتقال، اليوسفي، جريب فروت. ده من حاجات الاكلات اللي هي بتقلل لي نسبه الاستروجين يعني في الجسم، وبالمقابل عندما بتقلل لي نسبه الاستروجين يبقى هي بترفع لي نسبه التستوستيرون. وهيبقى في موضوع هنرجع له بعد كده في الدراسه الثانيه اللي هو الدايت الكيتو، لان هو مهم للعلاقه الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده، ازاي احصل منه على اللي انا اتخلص من التسدي، وازاي اتخلص من الجسم الوزن الزياده والدهون اللي في الجسم. تاني حاجه برضو في الدروس الجايه ازاي ارفع التستوستيرون في الجسم، يعني احنا كل الكلام النهارده اقلل الاستروجين عشان اتخلص من التسدي. في دروس ثانيه هبدا ازاي ارفع نسبه التستوستيرون هرمون الذكوره في جسمي، ازاي اقدر اتخلص من التسدي عن طريق الكيتو دايت في الحلقات الثانيه ان شاء الله. ازاي اقدر اتخلص هنا من التسدي بطرق غير جراحيه، ما بلجاش للجراحه. اول حاجه احنا بنبص على السبب. السبب في خلل هرموني زي ما اتفقنا، وفي نسبه زياده دهون في الجسم وتترسب اكتر في منطقه السبب. الخلل الهرموني انا عالجه ازاي؟ طبعا لازم في تحليل ونتاكد بنسبه التستوستيرون الطبيعيه الموجوده في جسمنا ونسبه الاستروجين الطبيعيه الموجوده في جسمنا. بعد كده الجا ل في حاجات علاج في اقراص زي التاموكسيفين، دي علاجات طبيه بنستخدمها بتجيب نتيجه كويسه خلال مده 3 شهور. الحاجه الثانيه برضو من غير لجوء للجراحه الصيام. ومعنى الصيام اللي انا اصوم منقطع عن الاكل نهائيا، صيام رمضان، صيام انقطاعي لمده تزيد عن 8 ساعات ل 12 ساعه، المده اللي بتجيب نتيجه كويسه عشان اقدر اعمل بالانس وتوازن هرموني بين التستوستيرون اللي في جسمي وبين الاستروجين، الصيام فوق 12 ساعه. المتعارف عندنا في مصر الانسان لازم ياكل له 3 طاقات، وده طبعا غير السناكس اللي بناخدها في النص. كل ده بيؤدي الى السمنه والى الخلل الهرموني والتسدي. يبقى لازم انت على الاقل لك وجبتين في اليوم، وجبه كل 12 ساعه اكنه معاد علاج. في النص صيام، مفيش حاجه اسمها سناكس، مفيش حاجه اسمها فاكهه، مفيش حاجه اسمها حاجه في النص كده، لا صيام صيام. اول حاجه الصيام، تاني حاجه اللي انا انزل وزني. احنا كده نتكلم في التسدي نتيجه السمنه والدهون الكتير، قلنا الصيام فتره 12 ساعه على الاقل عشان نجيب نتيجه كويسه، لو قدرت تصوم 16 ساعه بيبقى النتيجه احسن. الرياضه، والرياضه اللي هي رياضه المشي، ركوب العجل، السباحه، لعب البوش اب والبوش داون هو عمليه الضغط او اللي انا اشيل حديد على البار. اهم حاجه احرك عضلات صدري، يبقى الشغل كل التمرينات اللي انت بتعملها خاصه بعضلات الشيست. طيب تاني حاجه باكل اكلات اللي هي ما بتزودليش الاستروجين اللي احنا قلنا عليها، الفواكه الحمضيه والموالح. اكل دهون صحيه. ايه الدهون الصحيه؟ الدهون الصحيه هي الدهون اللي موجوده في النباتات، زي الدهون الموجوده في المكسرات، الدهون الموجوده في الافوكادو، الدهون اللي موجوده في جوز الهند وزيت جوز الهند، زبده الفول السوداني وكريمه الفول السوداني. ده حاجات كلها من الزيوت الطبيعيه او الدهون الطبيعيه اللي هتخلي نسبه الاستروجين تقل، وفي نفس الوقت هتقلل وزنك، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الكيتو دايتس او نظام الرجيم الكيتو، مش موضوعنا دلوقتي. في طرق تانية غير تظبيط الرياضه والصيام وتقليل الوزن والاكل اللي بيزود بيقلل نسبه الاستروجين في الجسم، حاجات احنا هما بيستخدموها بقى حاجات طبيه بس مش جراحيه، زي
تجميد الدهون، الخلايا الدهنية اللي موجودة في الثدي، ليزر، في عندي راديو فريكوانس تكنولوجي. الحاجات دي كلها هتغنيني عن موضوع التثدي. الرياضة مهمة جدا، الأكل الصحي، الدهون الصحية، الصيام مهم جدا، ما اكلش أكل على أكل، ما اعكش في الأكل زي كده. يبقى احنا اتكلمنا عن التثدي، ايه هو، ايه أسبابه، ايه علاجه بدون لجوء إلى جراحة. ويا رب أكون فدتكم. في الحلقات التانية هيبقى في كلام على زيادة نسبة الهرمون الذكورة والتستوستيرون في الجسم، وزيادة وبالتالي هينتج عنه زيادة في الرغبة في العلاقات الزوجية، زيادة في الكتلة العضلية. بعد كده هتكلم في الحلقة التانية على الكيتو دايت، وده هيقلل لك وزنك، الوزن اللي هو في دهون هيبرز لك عضلات جسمك. في الحلقات التانية إن شاء الله تابعونا وهتلاقوا اللي يفيدكم، والسلام عليكم.